أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، دشنت إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة نظام ختم التجارة الإلكترونية إفادة، وتؤكد هذه الخطوة اهتمام الوزارة الوثيق بقطاع التجارة الإلكترونية، والذي يندرج ضمن أولويات خطط عملها الرامية إلى تطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين. نظام ختم التجارة الإلكترونية إفادة نظام يتيح منح ختم لمنصات التجارة الإلكترونية بعد استيفائها لمتطلبات التسجيل دون دفع رسوم. يفيد الختم بأن منصة التجارة الإلكترونية مسجلة ومرخصة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك يهدف هذه النظام إلى منح الموثوقية من حيث الترخيص لمنصات التجارة الإلكترونية وتشجيع المستهلكين بالتالي على التعامل معها، وجميعها تهدف إلى تعزيز مساهمة الوزارة في التحول الرقمي للقطاع التجاري. يأتي نظام إفادة ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والتي عملت وزارة الصناعة والتجارة للإعداد لها بهدف خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية، مما يعزز الثقة بالتجارة الإلكترونية ويشجع المستهلكين على التعامل مع هذه المنصات. بالنسبة لنا احنا في الجمعية دائما نحث على هالنوع من المصداقية اللي تكون موجودة بين سيرفيس بروفايدر اللي هي يعطي الخدمة والمتلقي اللي هو الزبون في هذه الحالة. إذا ما كان في هالنوع من الترابط بين الطرفين بتكون في معوقات لتطور هالنوع من الخدمات. يمكن للشركات والمؤسسات التي تمارس التجارة الإلكترونية الحصول على ختم إفادة بعد استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها أن يكون السجل التجاري نشطاً، وأن تكون منصة التجارة الإلكترونية مفعلة وقائمة، وعلى أن تتوافر بها وسيلة دفع إلكترونية آمنة، وسياسة واضحة لاسترجاع واستبدال المنتج، وسياسة الاستخدام وحماية بيانات المستخدم، إلى جانب توافر سلة مشتريات مفعلة بالمنصة وخدمة توصيل البضائع للعملاء. تواصل جمعية مصارف البحرين التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية، وذلك للتباحث حول توسيع دور البنوك في البحرين لتنفيذ المبادرات والمشاريع التمويلية والاستثمارية التي تنفذها المؤسسات، وذلك بناء على توجيهات وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي بشأن زيادة مشاركة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الاستراتيجية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأهداف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي من شأنها تعزيز مساهمة قطاع البنوك والخدمات المالية في برامج التنمية وخلق الاستدامة المالية. والآن نترككم مع دائرة الأسواق المالية الخليجية. أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا بعد أن عززت قفزة في البطالة في أمريكا التوقعات بعدم رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، فيما تراجعت أسهم شركات البث بسبب نزاع بين ديزني وشارتر للاتصالات. وجاء في تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن معدل البطالة ارتفع في أغسطس إلى 3.8%، بينما تباطأت زيادة الأجور. كما وعززت التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.